بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اسمحوا لي قبل البداية على التأخير. العنوان كما استمعتم اجتهاد السلف في العبادة. ومن هم السلف؟ كل من سبقنا بخير فهو سلفنا إن شاء الله تعالى. ونتكلم عن اجتهادهم في العبادة. لما؟ لنعرف تقصيرنا. كل منا لما يسمع هذه الكلمة يعرف كم هو مقصر وكم هو كسول في طاعة الله، وما الذي ينبغي علينا أن نصل إليه ثم بعده نرجو رحمة الله عز وجل. اسمع إليهم يا عبد الله، وإياك إياك أن تيأس من روح الله، فإنه من اجتهد يسر الله له السبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثانيا، اعلم أن كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. واعلم أن باب الرحمة مفتوح وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل ليس كرحمته شيء، فرحمته وسعت كل شيء، والله عز وجل أشد رحمة من الأم بولدها بعباده. ما يا عبد الله وتدبر، من إذا ذكرنا السلف يكون في مقدمتهم؟ إنه خير الخلق عليه الصلاة والسلام، إنه محمد. اسمع إليه يا عبد الله كيف كان يتعبد ربه جل وعلا، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول حذيفة يوم من الأيام: صليت وراءه ليلة من الليالي فاستفتح سورة البقرة. كلمة طويلة، سورة البقرة. يقول: فظننت أنه سوف يركع عند المئة فأكمل، قلت عند المئة الثانية أكمل، حتى ختم سورة البقرة ركعة. يقول: ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه نحو من ركوعه. وفي رواية أنه قرأ البقرة والنساء والعمران والمائدة والأنعام في أربع ركعات. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه بلال ليلة من الليالي وقد قام حتى تفطرت قدماه، فقال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أتعرف ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول علي بن أبي طالب: ما منا فارس يوم بدر غير المقداد. يتحدث عن معركة بدر، ثم يقول: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، يعني في الليل كلنا نمنا من شدة المعركة. يقول: غير رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، يقول علي، يصلي ويبكي حتى الصباح، كل الصحابة ناموا إلا هو قائم تحت شجرة يقرأ القرآن ويصلي حتى أصبح الصباح. أرأيت؟ نعم، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن إنه العبد. سبحان الذي أسرى. هل قال برسوله؟ هل قال بنبيه؟ هل قال بما؟
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا مقام تشريف، كيف شرف الله نبيه بهذا الاسم؟ لأنه عبد لله عز وجل، العبودية. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يقول ابن مسعود: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قمت الليل بآية واحدة. يقول: إلى الصباح تبكي وترددها. لو فعلها واحد منا لوجدنا عليه، حزننا عليه. ليل كله تقوم بآية واحدة، ما هي هذه الآية؟ أتعرف ما هي؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها طول الليل، حتى أنه سجد وبكى وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فأوحى الله إلى جبريل: يا جبريل، أخبر محمدا أنا سنرضيك في أمتك، أنا سنرضيك في أمتك. يبكي الليل كله بآية. إنها العبودية، إنه مقام عظيم ما يصله أي إنسان. الرجل تتشقق وما يشعر بها. ما هذه الحال؟ إنها حال ترقى بالإنسان إلى درجة أنه يتلذذ بالعبادة وما يشعر بالألم، ما يشعر بالألم. لو تفطرت القدمان ما يشعر بهما، لأن قلبه متصل بالخالق. إن الجسد على الأرض وأن الروح في السماء، يطير في الملكوت الأعلى، قلبه تحت العرش. كيف يتألم من هذا حاله؟ اسمع يا عبد الله إلى من تحته ومن بعده. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه، يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا ثلاث أمور ما أحب أن أجلس في الدنيا. ما هي الثلاث؟ دينار، درهم، قصور. ما هي الثلاث؟ أكل وشرب. لا يا عبد الله، اسمع للفاروق عمر، ما هي الثلاث التي أحبته في الدنيا والبقاء فيها؟ يقول: لولا أن أحمل على الجهاد في سبيل الله. الأولى الجهاد، يقول: هذا الذي يبقيني في الدنيا، الجهاد، الجهاد في سبيل الله. الخيل أصواتها، ونحن نقول الآن سل المجاهدين، ما هي أحلى أيام حياتك؟ يقول: والله لو فكرت في الدنيا وتفتحت أيامها، إن أحلى أيامها تلك الليالي التي كنا نسمع فيها أصوات المدافع وأصوات الصواريخ وعلى رؤوسنا الطائرات. يقول: تلك كانت أحلى الليالي في حياتي. هو عمر نفسه كان يعيش في هذه الروح. يقول الثانية: ومكابدة الليل، مكابدة الليل، الليل، مجاهدة الليل يا عبد الله. إن الناس في الليل أول ما يأتيه الليل ينام وما يشعر، أو أمام التلفاز، أو يقلب المجلات، أو يعاشر فلانة، أو يجالس فلانة، أو في المباريات، أو عند الأفلام، أو يستمع للأغاني. من منا في الليل يجاهد نفسه ويتعب نفسه في قيام الليل؟ من منا يا عباد الله؟ يقول: مكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. يقول هشام بن حسن: كان عمر يمر بالآية في ورده فتخنقه العبرة، يقرأ القرآن فيبكي حتى يختنق من شدة البكاء. يقول: حتى يسقط على الأرض من شدة البكاء. يقول: ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا. هل به مرض؟ لا، إنه القرآن، إنها العبادة، إنه الخوف من الله جل وعلا. صلى يوم الناس فقرأ سورة يوسف، فوصل إلى قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فتوقف، أخذ يبكي حتى سمع نشيده من وراء الصفوف، وما استطاع أن يتم الصلاة. عمر يبكي من هذه الآية. عمر يوم من الأيام وعد بنته وكان يسجد للصنم، أما اليوم فإنه يبكي من هذه الآية. ما السبب؟
إنها العبودية لله جل وعلا، إنه حب الله سبحانه وتعالى، إنه الخوف من عذابه تبارك وتعالى. عثمان إنه الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه، كان يقوم الليل كله فيختم القرآن. إياك يا أخي تقول خلاف السنة، أقول لك نعم، إن كان خلاف السنة فأين نحن من السنة؟ أين نحن من قيام الليل؟ أين نحن من قراءة القرآن؟ أين نحن من الخشوع؟ أسألك بالله، متى قمت الليل؟ بعضكم يجيب يقول من رمضان إلى اليوم، واقترب رمضان الآخر، كم مرة قمت الليل؟ هل تصلي الوتر؟ في مرة من المرات قمت آخر الليل ورفعت يديك لله عز وجل؟ هذا من شدة اللذة، ينسى نفسه، يختم القرآن في ليلة واحدة. عثمان أنزل الله فيه، تعرف ماذا أنزل الله فيه؟ أنزل الله فيه قوله: أمن هو قانت آناء الليل. قالت ماذا يفعل؟ سهران على التلفاز؟ قالت ماذا يفعل؟ في مجالس شرب شاي وقهوة؟ قالت ماذا يفعل؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اسمع يا عبد الله إلى عباد بن بشر، انظر إلى باقي الأصحاب وبقية السلف. هذا عباد بن بشر رضي الله عنه أحد الصحابة، يقوم حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وعمار يحرس ثغر المسلمين، حارس على المسلمين. يأتيه أحد المشركين في الليل وهو يصلي، يقوم الليل، فيراه أحد المشركين فيرميه بسهم ويصلي، فنزع السهم ورماه وأكمل صلاته، فرماه السهم الآخر فنزع السهم ثم أكمل صلاته، ورماه بالسهم الثالث فأتم صلاته وخففها. فانتبه عمار فقال له: ويحك، لم لم توقظني؟ قال: والله كنت أقرأ سورة وخشيت أن أقطعها، والذي نفسي بيده، لولا أني كنت على ثغر أمرني رسول الله بحفظه لكان خروج نفسي أحب إلي من أن أقطع هذه السورة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس يطمئن قلبه على سماع أغنية فلان أو فلانة، أو في مجلس طرب، أو أمام التلفاز، أو في ملاعب الكرة، يقول: هنا يطمئن قلبي. بئس القلب، بئس القلب مات وقسى وران عليه ما ران. أما قلوب المؤمنين إذا سمعت ذكر الله سبحانه واستبشرت وانشرحت قدر بنا بذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر بن الخطاب، اسمع إليه رضي الله عنه وعن أبيه، كان إذا قام الليل صلى كل الليل، يصلي إلا القليل ينامه، وكان يقوم الليل ثم يسأل بعد الركعتين، يسأل نافع: يا نافع مولاه أسحرنا؟ يقول: لا بعد، فيصلي. وبعد الركعتين يسأله: يا نافع أسحرنا؟ يقول: لا بعد، فيصلي. وهكذا حتى الفجر. تعرف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. جد الصيام النبي عبد الله، أنصحك نصيحة، هذه الليلة أعزم، وإياك أن تبدأ بقوة وحماس فتصلي نصف الليل ثم في اليوم الثاني لا تصلي شيء. ابدأ قليلا قليلا، عود النفس، ابدأ هذه الليلة بثلاث ركعات، ربع ساعة،
نصف ساعة لا بأس، ابدأ شيء قليلا، وفي اليوم الثاني زد، وفي اليوم الثالث زد، وعود النفس حتى تصل إلى أنك تقوم ثلث الليل. وخير القيام قيام داود. اسمع يا عبد الله، إلى الفضيل بن عياض، أظن أكثر الجمع سمع بالفضيل بن عياض، يسمى عابد الحرم، هذا الرجل من عبادتني، اسمع إليه رحمك الله. كان إذا ذكر عنده الله أو سمع القرآن ظهر عليه الحزن والخوف، يخاف وبكى، تفيض عيناه كل ما ذكر الله، كل ما استمع إلى القرآن بكى رضي الله عنه رحمه الله. حتى يرحمه من بحضرته، له ولد اسمه علي، كان إذا صلى علي خلف إمام، هو إذا صلى ولده خلفه ما يرسل، ما يرسل القرآن، تعرف لما؟ يخاف على ابنه، ابنه ما يتحمل القرآن، هذا الشبل من ذاك، ما يتحمل ابنه القرآن إذا صلى خلفه، فكان إذا رأى ابنه خلفه قرأ القرآن قراءة عادية. يوم من الأيام دخل ابنه في الصلاة وما كان يدري، أثناء الصلاة دخل وكان يرتل، فوصل إلى قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فسمع ابنه يبكي فخفف الصلاة، وبعد الصلاة وجد ابنه على الأرض فحمله وأسعفوه، ولكن فاضت الروح إلى بارئه. وبدا لهم من الله، نعم إنهم صالحون، لكن يخافون من ذلك اليوم، يخاف أن يبدو له شيء آخر. أين أولئك الغافلون؟ أين الذين لا يصلون الفجر حتى تطلع الشمس؟ أين الذين قطعوا الأرحام؟ أين الذين نظروا للنساء وتمتعوا بالنظر إليهن؟ أين سماعوا الأغاني والطرب؟ أين هم؟ إن الصالحين يخافون إذا لقوا الله جل وعلا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سمعت بسفيان الثوري؟ سفيان الثوري رحمه الله يقول عنه عطاء: ما لقيته إلا باكيا. وما أجد أن يبكي، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ لما يبكي هذا الرجل؟ اسمع: فقلت له: لما تبكي؟ ولما تكثر البكاء؟ ولما هذه الحالة التي أنت فيها؟ تعرف لما أجاب؟ اسمع للإجابة ثم ضعها في قلبك وتفكر فيها، واجلس دقائق معدودة فكر في هذه الكلمات. يقول سفيان الثوري: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن الله كتب أنني من النار، أخاف أن الله في اللوح المحفوظ حكم علي أنني من أهل جهنم، أخاف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أكثر أحيانا كأنه في سفينة يخشى الغرق، دائما يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، تجده باكيا ويدعو بهذا الدعاء. يقول ثابت البناني رحمه الله: كنا نتبع جنازة فلا نرى سفيان، يعني الثوري، إلا متقنعا باكيا متفكرا. يقول هذه حاله، كلما رأيناه نراه يبكي، نراه يعني يخفي وجهه في الجنازة ويجلس على زاوية ثم يأخذ يبكي يتفكر في أحوال الموتى. اسمع إلى قول الشاعر ماذا يقول، وتفكر يا عبد الله: يا غافلا عننا يا ساقها القدر، ما الذي بعد شيد الرعد تنتظر؟ عاين بقلبك إن العين غافلة عن الحقيقة، واعلم أنها سقر سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت للظالمين، فما تبقي ولا تذر. لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيه عن اللذات مزدجر. يقول ثابت البناني، يقول عنه جعفر: بكى ثابت حتى كادت عينه
أن تذهب، التمس يبكي حتى كاد أن يعمى. فجاءوا له بالطبيب قالوا أدرك هذا الرجل سوف يصاب بالعمى، سوف تذهب عيناه. فقال له الطبيب وعالجه على أن يطيعني، أطلب منك طلب تطيعني. قال وما هو؟ قال لا تبكي، شرط تريد عينيك لا تبكي، إياك والبكاء. تعرف ماذا قال ثابت؟ الآن عين يا عبد الله، عين تصبح أعمى. قال ثابت رحمه الله وما خيرهما إن لم تبكيا، وما خيرهما إذا كانت العين ما تبكي من خشية الله ما فيها خير، عين لا تبكي من خشية الله لا خير فيها، عين لا تتأثر لما تسمع آيات النار وآيات جهنم وأهوال القيام لا تتأثر ولا تدمع العين لا خير فيها. ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول حفص بن حميد قال لي زياد بن جرير اسمع اسمع إليه يا عبد الله ثم حاسب نفسك وانظر إلى حالك وحالهم. قال لي زياد بن جرير اقرأ، يقول فأخذت أقرأ القرآن حتى وصلت إلى قول الله جل وعلا، اسمع وانتبه، يقول وصلت إلى قول الله الآن اسمع الفرق بينه وبيننا وأنا منكم، وصل إلى آية انظر ماذا حدث لك، وانظر إلينا نسمع الآية ربنا حتى ما نعقلها. قرأ قول الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال فنظر إذا هو يبكي كما يبكي الصبي، فقلت ما لك ما الذي جرى لماذا هذا البكاء؟ قال فعل هذا برسول الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يقول كيف بنا نحن، كيف بنا نحن، وزر رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام أنقض ظهره، ماذا نفعل نحن يا عباد الله؟ اسمع يا عبد الله إلى ونرجع إلى الفضيل بن عياض مرة أخرى، يقول عنه إسحاق بن إبراهيم يقول كانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا ما يتحمل القيام، كان يقعد في الليل فيصلي، تلقى له حصيرة في المسجد. الآن تخيل حال هذا الرجل، تلقى له حصيرة في المسجد، يقول فيصلي من أول الليل ساعة، يقول حتى تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصيرة في المسجد، يقول فينام قليلا ثم يقوم، يقول فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم يصلي ثم ينام ثم يقوم يصلي، يقول حتى يطلع الفجر ثم يقول لمن حوله أشد العبادة ما يكون هكذا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تأتي بنت فتقول لأبيها يا أبتي الناس ينامون وأنت ما تنام، من أراك تنام يا أبي، كل الناس ينامون في الليل إلا أنت. فيقول يا بني يا بني حر النار أذهب عن أبيك حب النوم، حر النار أذهب عن أبيك حب النوم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول محمد بن واسع أدركت رجالا، يقول هذا تابع، يقول أدركت رجالا لعلهم تابعين أو صحابة، يقول كان الرجل يكون على وسادة واحدة مع امرأته، يقول قد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به زوجته، يبكي على وسادة واحدة مع زوجته يبكي في الليل، يقول زوجته ما تدري عنه، ما يأتيه النوم يبكي، تعرف لما؟ تجافى جنوبهم عن المضاجع
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النوم ما يأتيهم حتى قال بعضهم عجبا عجبا لمن كانت النار تسعر تحته والجنة تزين فوقه كيف ينام كيف ينام؟ ما رأيت مثل الجنة نام غالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. كيف ينام هذا الرجل؟ النار يا عبد الله تحتك تسعر والجنة تزين وأذلفت للمتقين والحور العين تنتظرك يا عبد الله. كيف تنام الليلة كلها؟ تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تقول أم سعيد بن علقمة تقول كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير بينه وبين جاره تقول جدار لكن قصير هذا الجدار. تقول وكنت أسمع حنينه عامة الليل يقول كل ليل أكثر الليل يبكي أسمع بكاءه في الليل. ما تسمع الآن من بيوت المسلمين مر بالقرب منها ماذا تسمع إلا من رحم الله أغاني زمر طرب تلفاز بث مباشر عباد الله. بل ماذا تسمع من سيارات بعض المسلمين؟ ما الذي تغير؟ إن الحب حب الله تغير وقل في القلوب إلا من رحم الله. محبة الله قلت في قلوب الناس ذكر الله أصبح في الألسنة قليل حتى أن بعضهم يقوم للصلاة وهو كسلان. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكأنه في بيت الله في سجن وكأنه إذا قرأ القرآن يمل حتى ينتهي من المصحف أو إن كان عليه ورد متى أنتهي من هذا الورد. سبحان الله أصبحت عبادة الله سجن لبعض الناس. قبل قليل ولا أكتبكم خبرا أن جئت من الطائرة إلى هذا المكان رأيت أمرا عجبا ركبت في الطائرة وفيها بعض المسلمين أكثرهم لعلهم نصارى من أشكالهم ومن هيئاتهم. أول ما ركبنا الطائرة وطارت الطائرة كان هناك معنا بعض الخليجيين من أشكالهم والله الذي لا إله غيره فزعوا من مقاعدهم ورجعوا في الخلف. انظر ما الذي جرى كل منهم يأتي لكأس خمر ليشربها ما صدق أن الطائرة تطير كأنه في قيد محبوس يتمنى يتخلص من هذا القيد ليشرب كأسا مسكين مسكين ما يدري أن هذا هو الحبس الحقيقي هذا هو السجن هذا هو الأسر أسر الشهوة. العبودية إما لله وإما للشيطان والشهوة إما لله ولغير الله. يا عبد أنت عبد عبد إما أن يأثرك هواك وإما أن تعبد الله جل وعلا. هذه الحرية الحقيقية يا عبد الله أنك لا تعبد إلا الله لا تقدم قولا على غير الله لا تتلذذ إلا بطاعة الله جل وعلا. اسمع يا عبد الله يقول عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام يروى عنه أنه في حالة الاحتضار قبل الموت سمع الأذان أي صلاة؟ صلاة المغرب. فقال لأولاده احملوني. قالوا يا أبتي أنت معذور الآن تحتضر هذا المرض الأخير معذور اجلس صلي في البيت. قال لا إله إلا الله أسمع الأذان ولا أجيب احملوني إلى الصلاة. فحملوه إلى المسجد وهو في صلاة المغرب وفي السجدة الأخيرة سلم الروح إلى مالكها. انظر العبادة انظر للذة انظر كيف أكرمه الله جل وعلا. انظر إلى جعفر ابن سليمان يروي عن ثابت البناني الذي كادت عيناه أن يفقدهما اسمع إليه ترى قول الله جل وعلا
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يقول تأكله إلى فؤاده وهو حي هكذا يبلغ بهم العذاب ثم انفجر بالبكاء وأبكى الذين حوله جميعا. أخذ يتذكر ما يموت يصل النار إلى القلب تأكل النار قلبه وهو حي يشعر بالنار ولا يموت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما طريق هذه النار يا عبد الله؟ بداية هذه النار الشهوات، نظر إلى امرأة، استماع إلى الأغاني، نوم عن صلوات، أكل الربا، ظلم الناس، الغيبة والنميمة، الاستهزاء على خلق الله جل وعلا، أكل الحرام، استماع الحرام، هذه بداية النار، هذه أبوابها يا عبد الله. لا تقل أنا غير، أنا الحمد لله أقول لا إله إلا الله. أعلم أن من يقول لا إله إلا الله تصيبه النار، ومنهم من يمكث في النار سنين طويلة ينسى ثم يخرج من النار كل موحد. يا عبد الله الأمر ليس بالهين، ينسى في النار إلى الرأس والأقدام ثم تلصقان فينكسر ظهره. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يؤخذ برأسه وقدمه فيكسر ظهره ثم يرمى في النار. هل تخيلت هذا يا عبد الله؟ هل تخيلت؟ يأكل طعاما فيغص به، يغص لا يستطيع ابلعه ولا يخرجه، شوك يأكل الشوك يا عبد الله من شدة الجوع. يقول بعض السلف أن الجوع في النار مثل عذاب النار نفسه. الجوع إذا سال فروج الزواني إذا سالت تسابق أهل النار ليأكلوا هذا الذي يتيم من شدة الجوع، يتجرعه ولا يكاد يسلمه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. عبد الله هذه هي النار، يجوع أهل النار فيأكلون طعام غصة لا يستطيع أن يخرج ولا يبتلعه، فيستغيث بالماء الماء الماء فيأتيه ماء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يؤتى بماء كالمهل، فلما يقرب رأسه ليشرب تسقط فروة رأسه قبل أن يشرب، فيشرب تقطعت الأمعاء وخرج الماء من دبره. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم تسألني لما كل هذا القيام ولما هذا الصيام ولما كثرة قراءة القرآن ولما كان يبكون ولما كان الواحد منهم كل هذه العبادة ثم يخاف؟ عرفت لما يا عبد الله؟ إذا عرفت فالزم واستقم على طاعة الله. يقول يوسف قال لي سفيان ناول المطهرة، مطهرة إناء فيه ماء، ناول لي إياها أعطني الماء. يقول ونحن نتوضأ في المسجد، يقول فناولته في المسجد، يقول فوضع يمينه يده اليمنى على خده الأيمن ووضع يساره على خده الأيسر. تخيل منظره الآن. يقول ثم نمت أنا رأيت على هذه الحال، وضع يديه على خده، يقول ونظرت إليه ثم نمت. يقول فاستيقظت وقد طلع الفجر، الفجر استيقظ. يقول وهو على هذه الحال من أول الليل للفجر، فقلت له يرحمك الله
منذ أن تركتك وأنت على هذه الحال؟ قال نعم. تعرف لما؟ يقول ما زلت أتفكر في أمر الآخرة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. اجلس بعد العصر، من يجلس في المسجد؟ كل الناس يخرجون. من يجلس بعد العصر الى المغرب؟ بل من يجلس بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ كل الناس يخرجون، يهربون من بيوت الله. لما؟ بيع وشراء الا من رحم الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تعرف لما هذا الوقت في بيوت الله؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جالس على هذه الحال من أول الليل إلى طلوع الفجر يقول أتفكر في أمر الآخرة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول عبد الله بن المبارك يروى عنه كان إذا صلى العصر كل يوم يصلي العصر ثم يأتي مسجد في المدينة، يقول يذكر الله حتى غروب الشمس. هذه حاله كل يوم بعد العصر، ما يكلم أحد ولا يكلمه أحد، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سمعت برجل اسمه مسروق، هذا الرجل أحد العلماء، أحد العباد، أحد الزهاد. تقول زوجته أنها تجلس خلفه، تقول ما كان يصبح، يعني ما يطلع الفجر إلا وساقاه منتفختان من اللعب، من المباريات، لكثرة النوم. لا، يقول وساقاه منتفختان من القيام، من قيام الليل يا عبد الله. يقول فإذا أذن الفجر يقول تجلس خلفه وتبكي على حاله. يقول فإذا طلع الفجر يزحف كما يزحف البعير، يزحف كما يزحف البعير يا عبد الله من شدة قيامه من الليل. ثابت البناني يقول عن نفسه أنه إذا أذن الفجر يعصر رجليه حتى يستطيع أن يمشي عليهما. من قدوتهم؟ إنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنه الذي كان إذا قام الليل تفطرت قدماه. اسمع إلى محمد بن المنكدر، وهذه القصة لربما مرت على بعضكم، قصة عجيبة غريبة. يقول في يوم من الأيام قحط أهل المدينة، أصابهم قحط، ما في مطر، وقد خرجوا يستسقون فما سقوا، ما نزل المطر. كل أهل المدينة، تخيل، من أهل المدينة؟ إنهم الصالحون، إنهم العباد. يقول خرجوا فاستسقوا السماء فما نزل المطر. يقول وكنت في تلك الليلة في المسجد، والمسجد مظلم. يقول وقد ابتسعت على تاريخ. يقول فدخل رجل، يقول لا أعرفه، ويقول ولم ينظر إلي، لم يرني، ومتوشحا ببردة، يلبس بردة. يقول فتقدم إلى المسجد فجاء في الصف الأول، يقول وأخذ يصلي. يقول وبعد أن انتهى الصلاة رفع يديه وأخذ يدعو الله ويثني عليه، ثم قال أقسمت عليك يا رب لما سقيتهم. يقسم على الله أن يسقيه بالمطر. يقول محمد بن المنكدر يقول قلت في نفسي هذا الرجل مجنون، مجنون. كل أهل المدينة خرجوا إلى 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 الله يستسقون الله عز وجل وما سقاهم، أن تقسم على ربك أن ينزل المطر؟ يقول فقلت في نفسي هذا مجنون. يقول والله ما أنزل يديه إلا والسماء ترعد والمطر ينزل. يقول فعجبت من أمره. يقول فأخذ يبكي وهو يقول من أنا حتى تستجيب لي، من أنا حتى تستجيب لي، عنت بحولك وقولك
يقول ثم أخذ يكني على ربه جل وعلا وأخذ يصلي حتى الفجر. يقول فتبعته بعد الفجر حتى علمت منزله. يقول وجئته في الصباح فنظرت إليه فدخلت فقلت له ونظرت فإذا هو إسكاف. تعرف إيش معنى إسكاف؟ يصلح الأحذية يصلح الأحذية يرقع الأحذية. يقول فدخلت عليه فقلت له يا فلان أنا صاحبك بارحة الأولى في المسجد كنت أنا صاحبك يعني نظرت إليك وعلمت ما الذي جرى. فقال يا أبا عبد الله ما شأني وشأنك ما شأني وشأنك. يقول فخرجت وانتظرته في اليوم الثاني ما جاء في المسجد. اليوم الثالث ما جاء. يقول فذهبت إلى البيت أسأل عنه فقالت عجوز عند البيت قالت يا أبا عبد الله ماذا فعلت معه منذ أن فارقته جمع أمتعته وخرج من البيت ولم يرجع إلى هذه الساعة. يقول بحثت عنه في المدينة كلها فلم أره ولم أسمع به. انظر هي العبادة والإخلاص يتلذذ بعبادة الله لا يحب أن يراه أحد ولا يسمع به أحد. قل إني أمرت أن أعبد الله أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الإمام أحمد يدخل عليه ابنه عبد الله يقول دخلت عليه يوم من الأيام في غرفة مظلمة يقول فوجدته متربعا يبكي فقلت له يا أبي ما شأنك لما تجلس وتبكي هذه الجلسة. يقول يا بني أتفكر في القبر أتفكر في القبر وأحواله أتفكر في اليوم الآخر. فقلت يا أبي هل اتكعت يعني أنت رجل كبير في السن هل اتكعت يعني استنست على الحائط. قال أستحي أن أناجي ربي وأنا متكئ أستحي أن أناجي ربي وأنا متكئ. يدخل عليه أديب يوم من الأيام شاعر فيقول له الإمام أحمد ما عندك يعني من شعر. اسمع ماذا يقول الرجل يقول شعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الإمام أحمد لما سمع الشعر قام من الدرس ودخل الغرفة وأخذ يبكي ويردد هذا البيت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. عبد الله الإمام أحمد هل كان في الدنيا مثلنا؟ يقول ابنه كان عنده حذاء 18 سنة 18 سنة يلبس حذاء. يقول وكلما خرم الحذاء خصفه بيده هو الذي يصلح حذاءه بيده. الإمام أحمد يدخل على المعتصم فيقول له المعتصم يا إمام قل مثل أصحابك أنا مشفق عليك. قل يعني قل القرآن مخلوق لكنه ثبات على المبدأ والعقيدة. أنا قل القرآن مخلوق وانجو بنفسك كما قالها. القرآن كلام الله يفعل ما يفعله. جاءه بعض أصحابه فقالوا يا إمام قلها وانجو بنفسك. فقال يا فلان انظر فنظر إلى التلاميذ ألوف مؤلفة بيدهم المحبرة ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد لينقل عنه للأمة يحفظ لها دينها. فإذا بالمعتصم يأمر الجلادين ثم يعلق ويضرب 160 صوت 160 صوت يا عبد الله لو ضرب بها البعير لما وهو يقول كلما يفيق يقول لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. ثم بعد أن ضرب رمي في السجن تعرف كم يوم؟ 28 شهرا 28 شهر في السجن. لما رمي يقول السجن كان مظلم والجو بارد. يقول تحسست بيدي يقول فوجدت ماء باردا يقول فتوضأت
فأخذت أصلي حتى الفجر. أنظر العبادة، إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. 28 شهر ترد فيها الصوم كله، كل هذه 28 شهر كلها صامها الإمام أحمد رحمه الله حتى يوجهه الله عز وجل مما هو فيه. يأتيه الملك، الخليفة كان يتعجب من أمره، يأتيه بالطعام، الطعام اللذيذ، الطعام الطيب، يقول الإمام أحمد: والله لا أذوق لهم طعاما، والله لا أذوق لهم طعاما. فكان يأكل من السويق، أردى أنواع الطعام يأكله يسد به جوعه، حتى حمل بعد أن خرج من السجن على فرس كاد أن يموت، ورمي في البيت طريحا وكاد أن يموت عليه رحمة الله. أرأيت العبادة في أحلك الظروف وفي أضيقها صلاة وصيام. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اسمع إلى عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، اسمع عليه تقول عنه فاطمة، تقول: أمسى مساء ليلة من الليالي، يقول: قد فرغت الحوائج يوما، انتهى من حاجياته وجاء الليل، يقول: فدعا بسراجه، دعا بالسراج، والأمر فيه عبرة، فاستمع وتخيل، أرجو منك أن تعيش هذه اللحظات. يقول: فدعا بسراجه الذي كان يوقد له من ماله، ثم قام فصلى ركعتين. تقول فاطمة زوجته، تقول: ثم قع واضعا رأسه بين يديه. تخيل شكلها الآن مقعي والرأس بين يديه، يقول: تسيل دموعه على خده، يشهق شهقة أقول قد خرجت روحه أو انقطعت كبده. ثم لم يزل كذلك حتى برق الصبح. تقول: ثم أصبح صائما. تقول: في ليلة قرأ قول الله جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثون. تقول: فصح فخف، تقول: حتى سقط على الأرض. ثم تقول: ظننت أنه قد مات وقد خرجت نفسه. تقول: ثم هدأ. يقول: فسمعت صوته. تقول: سمعت صوته. تقول: ثم أفاق إفاقه، ثم وسد، فجعل يدور في الدار، يدور في الدار يتحرك وهو يقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، ويل لي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. تقول: ثم سقط. يقول كأنه ميت، فلم يفق إلا على نداء الصلاة. تقول: كل ما تذكرت هذه الليلة بكيت على حاله، بكيت على حاله. صلى بالناس يوم فلان يا أخوة، لما نصلي هل نتدبر؟ هل نخشع؟ نكاد تدخل مسجد ما ترى في خاشع، نكاد تسأل الناس بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام؟ إلا من رحم الله، يمكن واحد أو اثنين يتذكر، أما البقية الذين تذكروا هل خشعوا؟ هل دمعت عيونهم؟ صلى بالناس يوما ليلة فقرأ قول الله: فأنذرتكم نارا تلظى. فظن الناس أنه نسي، فعاد الآية: فأنذرتكم نارا تلظى. فسكت. ظن الناس أنه سوف يعيد فيكمل، وهو يكرر الآية لا يستطيع أن يكملها. تعرف ما بعدها؟ لا يصلاها إلا الأشقى. ما استطاع أن يقولها. ماذا فعل؟ بكى. ثم ترك هذه السورة وقرأ سورة غيرها. أبو حنيفة رحمه الله يقوم الليل كله بآية. تعرف ما هي هذه الآية؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كل الليل بهذه الآية يقومها يا عبد الله. اسمع يا عبد الله، ونحن نختم هذا الدرس
أو هذه الكلمات. اسمع إلى هذا الشاب وهذه الكلمات التي خرجت من قلبه وهو يرددها. يقول منصور بن عمار: نزلت سكة من سكة الكوفة، يقول فخرجت في ليلة مظلمة مستحلكة، يقول فإذا أنا بخوف شاب يدعو ويبكي وهو يقول. كن كحال هذا الشاب وتفكر في هذه الكلمات واجعلها تخرج من قلبك الآن، الآن يا عبد الله. نعم اسمع إليها. يقول: إلهي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك، وما أنا بنكالك بجاهل، ولا بعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي فأعانتني عليها شقوتي، وغرني سترك المرضي علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهلي، فإلى من أحتمي؟ ومن من عذابك يستنقذني؟ ومن أيدي زبانيتك يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبلك عني؟ فيا ويلي كم أتوب وكم أعود، كم أتوب وكم أعود، ولن أستحي من ربي. وشبابا وشبابا. يقول هذا الرجل، يقول منصور: فلما سمعته أخذت أقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول: بعد أن ختمت الآية سمعت اضطرابا شديدا، ثم سكت الصوت، قلت لربما هدى. يقول: وجئت في اليوم الثاني أريد أن أعلم خبره. يقول: فوجدت جنازة. يقول: وعند الجنازة عجوز تبكي، فقلت: ما هذه الجنازة يرحمك الله؟ فقالت: هذا ولدي دل عن كبدي، ومن كنت أظن أنه سيدعوني من بعدي. كان يبكي بالليل على ذنوبه ويتكسف، فجعل كسبه أثلاثا: ثلثا يطعمني، وثلث للمساكين، وثلث يفطر عليه. نقول: فمر علينا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا، قرأ عليه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تقول أمه العجوز: فجعل بني يبكي ويبكي حتى فاضت روحه إلى بارئها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا عبد الله، إذا كان القلب لا زال عليه نيران استعن بالله جل وعلا، واعلم أنها دقائق وتمضي، أيام وتذهب. اذهب وزور المقابر يوم من الأيام وانظر إلى أهلها، هل قضوا أشغالهم وأمتعتهم؟ لا يا عبد الله، هل انتهوا من أحلامهم؟ هذا رجل كان يظن أنه سوف يسافر في العطلة، وهذا كان يبني البيت ولما يسكن فيه، وذاك كان يريد الزواج وكان يخطط له، وهذا كان يدرس ويتمنى أن يحصل على شهادة، وهذا خرج من البيت ليشتري أمتعة أهله ويرجع إليهم، ولكن المنية أقرب، ولكن الأجل كان أقرب منهم. اسمع وتفكر في ذلك اليوم: إذا النبيون والأشهاد قائمة، والجن والإنس والأملاك قد خشعوا، وطارت الصحف في الأيدي منشرة، بها السرائر والأخبار تطلع،
فكيف تهوك والأسباب واقعة عما خليل ولا تدري بما يقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تذر. تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها طمعوا. قال البقاء فلم ينفع تضرع، هيهات لا رقة تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. عبد الله، لنكن أيها الإخوة الكرام قوم إذا استمعوا إلى هذا الحديث اتبعوا أحسنه، قوم نتعلم العلم ونستمعه ونعقله ثم نعمل به، فإن هذا الكلام إما حجة لنا وإما حجة علينا. يا عباد الله، ارجع إلى البيت وليكن الحماس منضبطا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلل، قليل دائم خير من كثير منقطع. عاهد النفس جزء من الليل للقيام، بعض أيام الشهر للقيام، اجعل لك ورد لقراءة القرآن. لابد أن تختم الشهر، تختم القرآن. أضعف الإيمان في الشهر مرة، أضعف الإيمان هذا. كان الصحابة يجادلون، يقول أحدهم أقوى أكثر من هذا، قال قرأه في سبع، قال أقدر أكثر من هذا، قال قرأه في ثلاث، قال أقدر أكثر من هذا، قال لا أفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. رويدك هون على نفسك، اختم القرآن في ثلاثة أيام. عبد الله، لا أقول لك ثلاثة أيام، أقول لك في الشهر مرة. صم ولو بالشهر ثلاثة أيام، هذا صيام الدهر، هذا صيام الدهر، صم بالشهر ثلاثة أيام. قال هذا صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أقدر أفضل من هذا، قال صم أسبوعا، قال أقدر أكثر من هذا، قال صم كذا وكذا، قال أقدر أكثر من هذا، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أقدر أكثر من هذا. قال أحب الصيام صيام داود، أو قال له لا أفضل من هذا، صم يوما وأفطر يوما. عباد الله، هؤلاء هم سلفنا وهؤلاء هم قدوتنا، هل كنا لهم متبعين وعلى خطاهم متمسكين وبآثارهم سائرين؟ عباد الله، لنشمر ساعد الجد، إن الجنة تحتاج إلى جد واجتهاد، إلى بذل وعزم. قال من خاف أدلج، ومن أدلج يعني مشى في الليل بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اطلب كل ما يلهيك، تلفاز، أغاني، طرب. نعم يا عبد الله، تقول لي ما أخشى لما أقرأ القرآن، ما أتلذذ بالقيام. أقول لك هل تسمع الغناء؟ تقول لي على استحياء، نعم أحيانا أقول لك لن تتلذذ بالقرآن أبدا. حب الغناء والقرآن بقلب عبد لا يجتمعان. أزر الغناء، أهجر الطرب، أهجر المعازف، قاطع التلفاز، أترك مجالس السوء، ثم تدبر كلام الله جل وعلا، تجده كالماء يطفأ به النار. تجده يا عبد الله لذة، حتى أنك تنادى فيقال لك يا فلان عمل، يا فلان طعام، يا فلان شرب، تقول لهم ضلوا عني واتركوني، أنا متردد بقراءة القرآن. عثمان طعن 9 طعنات وهو يقرأ القرآن، يقرأ في المصحف حتى سال الدم على المصحف. تقول زوجته قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيهتدي أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا أعمالنا لوجهه الكريم. أظن بأن كثير من الأسئلة يا شيخ تخبرك، وهذا ما يعني تقوله الألسنة، أننا نحبك في الله. ومن الأسئلة التي
الحقيقة أثارت انتباهي، وهو يقول الأخ: حبذا لو توجه كلمة تنصح بها النساء وخاصة في العبادة. ولعل الأخ أيضا يشير إلى أن أكثر الذين ذكرتهم من الرجال، فهل هناك من النساء من كن لهن في ذلك نصيب؟ أما بالنسبة للنساء فهذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. يقول عروة: دخلت عليها يوم من الأيام في الصباح، يقول: وكانت عادتي أن أسلم عليها في الغداء أول الصباح، يقول: فوجدتها تصلي وتقرأ، يقول آية، تعرف ما هذه الآية؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يقول: فردت في الآية وهي تبكي، يقول: فقلت في نفسي لعلها تقيل، أذهب إلى السوق وأقضي حاجتي ثم أتيها بعدها، يقول: فذهبت إلى السوق وقضيت الحاجيات ثم رجعت بعد مدة طويلة، يقول: فدخلت عليها في البيت فوجدتها تردد الآية نفسها وتبكي، أمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنها عائشة أم المؤمنين. أما نصيحتي للنساء بالعبادة فهو تنبيه، إن المرأة تمر عليها بعض الأيام تسمى أيام حيض، تنقطع فيها عن الصلاة وتحرم عليها كذلك والصيام، فماذا تفعل؟ إن كان الصيام عليها محرم والصلاة عنها محرمة وقراءة القرآن عند بعض أهل العلم لا تجوز لها، فإن الذكر لا يجوز لها انقطع عن اللسان، فإنها تعوض الصلاة والصيام وقراءة القرآن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أمة الله، أنصحك في تلك الأيام وهذه الليالي أن تكثري من الذكر، عوضا عن الصلاة وعوضا عن الصيام وعوضا عن القرآن، على قولي، على بعض قول أهل العلم، أن تكثري من الذكر. لما شرعت الصلاة أصلا والصيام والحج؟ يقول ابن القيم: كل العبادات إنما شرعت لغاية، لذكر الله جل وعلا. أقم الصلاة لذكري، وانظر الحج كلها شعائر وتهليل وتكبير وذكر لله جل وعلا، بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن المرأة لا تعذر في هذه الأيام، أيام الحيض، عن ذكر الله جل وعلا. ثم أيتها النساء، أنتن دوركن عظيم لبناء هذه الأمة وهذا الجيل. من يربي الأولاد غيركن؟ ومن يخرج لنا جيلا صالحا إسلاميا غيركن؟ إن الرجال في هذا الزمن إلا من رحم الله غافلون عن تربية أولادهم، لا يعلمون عنه إلا قليلا. من؟ إن المرأة دورها أن تربي أولادها. ثم اعلم يا أمة الله، إن الفتنة في النساء أعظم فتنة على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. تقول فاطمة رضي الله عنها، تقول: خير للرجال، خير للنساء ألا يراهن الرجال ولا يرين الرجال. تقول: خير للمرأة لو فقط ألا يراها رجل، تقول: ألا ترى هي أيضا رجل. انظروا للحياء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، هي مني وأنا منها، فاطمة بضعة مني. نعم، إنها حكيمة وإنها عاقلة، تقول: خير للمرأة ليست فقط ألا يراها رجل، بل هي ألا ترى رجلا أيضا. واعلم يا أمة الله أن المرأة عورة، إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا وجها ولا كفا ولا ساعدا ولا ساقا ولا شعرا ولا غيره. فإياك إياك أن تتشبثي بحديث ضعيف أو بعض أقوال لأهل العلم أخطأوا فيها، أو لبعض العقول التي تحرفك عن سبيل الهدى. اعلمي
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. وهل يعقل يا عباد الله أن الله جل وعلا يحرم صوت خلخال في رجل المرأة مخفي، صوته حرام ووجه المرأة حلال؟ لا يعقل هذا في شرع الله عز وجل. واعلموا يا عباد الله أن النساء شقائق الرجال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصانا قبل 1400 سنة قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. وأنا أوصيك يا عبد الله، فكم من الرجال من ضيع حقوق النساء، كم وكم. قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. كان يكون في حاجة أهله، حتى يروى أنه كان يرقع الثوب ويقصف النعل ويخدم أهله في البيت. من منا يفعلها؟ فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد. إذا وصى الرجال والنساء بهذه الوصايا والله. قبل أن نجد بعض الأسئلة، هناك طبعا إعلان عن البرنامج الثقافي، سيكون غدا محاضرة الشيخ نبيل أيضا في المخيم بالبر، سيكون عنوان المحاضرة اجتهاد السلف في الدعوة إلى الله، وسيكون أيضا في يوم السبت في مسجد جامع عبد الله بن دروش فخر برفاع الشربي يوم السبت بعد صلاة العشاء، محاضرة للشيخ أنس بن الشيخ سعيد بن نصر بعنوان الراحمون يرحمهم الرحمن. هنا بعض الأسئلة يا شيخ، ولعلي أدني ببعضها، وهي أن عبادة الله عز وجل أمر عظيم، ولكن يشتكي البعض من أنهم يرجعون من العمل في وقت صلاة المغرب متعبين، وهذا يعيقهم عن مثلا صلاة الفجر ويقومون بصعوبة، وربما وقد يقول هذا الأخ أيضا لقد هجرنا قيام الليل وقراءة القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك شاب آخر يشتكي ويقول أنا أعمل في دائرة حكومية منذ 12 عاما، وعملي رزق حلالا طيبا إن شاء الله تعالى، ولكن القائمين عليه لا يسمحون لنا بإعطاء اللحية، فماذا نفعل علما بأننا نبكي عندما نحلق لحانا ونحن دائمين بالدعاء، أكثرنا مأجورين، وماذا نفعل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رزقك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، ولن تموت نفسك ولن تخرج من جسدك حتى تستكمل رزقك. أضمن الرزق من الله جل وعلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما طاعة المخلوق في معصية الخالق حرام، فابحث من الآن واجتهد، ابحث لك عن فرصة أخرى للعمل وعن مجال آخر للعمل، لأن هذا المكان يحرم عليك أن تبقى فيه. لا تقل لي ليس هناك، ابحث. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ابحث لك عن فرصة أخرى للعمل، وإن كان المعاش أقل، وإن كان الراتب أقل، وإن كان العمل متعبا أكثر، فإن طاعة الله عز وجل أغلى وأثمن. أما بالنسبة للذين يقول نعمل إلى المغرب ولا نستطيع أن نقوم الليل، فقد علم الله عنهم وأنزل فيهم آية. تتعجب تقول ما هي هذه الآية؟ أقول لك إنه قول الله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني عندهم أعمال يبتغون من فضل الله يعني الرزق، وآخرون يجاهدون في سبيل الله. إيش يفعلون هؤلاء يا رب؟ قال فاقرؤوا ما تيسر منه، يعني حتى أولئك اقرأوا ما تيسر منه. ليسوا معذورين. هذه في أي صلاة الليل ما تيسر ولو كانت 10 دقائق. يقول عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكثر من الغافلين. 10 آيات ألا تستطيعها يا عبد الله؟ لا أظن أحد يقول لي لا ما أستطيع. أقول لك تستطيع ولو بعشر آيات،
وإياك إياك أن تفرط بالوتر ولو كان قبل النوم كما قال أبو هريرة وأن أوتر قبل أن أنام أفضله آخر الليل ما تستطيع أوتر أول الليل ولا تقول لي لا أستطيع القيام لصلاة الفجر فإنه لا عذر لك لا عذر لك في التخلي عن صلاة الفجر لا عمل ولا غيره خمس صلوات كانت 50 فجعلها الله 5 فهي 50 في الأجر 5 في العمل وبعد هذا تتكاسل لا يا عبد الله لا يصدقن فيك قول الله جل وعلا فخلف من بعدي خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب تب إلى الله جل وعلا واعلم أن صلاة الفجر لا عذر لك فيها أما قيام الليل فخففها واجعلها ركعات بسيطة ولو كانت بعشر آيات الله يقول ما هي الأسباب وهذه أيضا من الأسئلة الكثيرة التي وردت ما هي الأسباب التي جعلتنا لا نتأثر بآيات الله عز وجل ولا حتى عند ذكر الجنة والنار أول سبب المعاصي والذنوب قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تقول لي أنا الحمد لله ما أشرب الخمر أنا الحمد لله ما أزني أقول لك يا عبد الله من الصغائر ما تصل إلى درجة الكبائر تقول لي وكيف أقول لك كم ترى في اليوم والليل من المرأة ليست النظرة الأولى بل أكثر هل تستمع إلى أغاني أو موسيقى بحجة أخبار بحجة فيلم ومسلسل بل من أباح لك النظر إلى هذه المسلسلات أليس فيها عورات أليس فيها ما ينهي عن ذكر الله جل وعلا هل يزل اللسان فتغتاب أحد تتكلم في عرض أخيك فنم بين اثنين تكذب تسخر هل تفعل هذا يا عبد الله هذه صغائر لا تحقرن صغيرة إلا الجبال من الحصى صغيرة على صغيرة على صغيرة كما قال الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ففي صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أول سبب الصغائر ثاني سبب يا عبد الله التفريط في الطاعات والواجبات تفريط في الصلوات إلا من رحم الله تفريط في النوافل الثالث وهذا مهم يقول ابن القيم من أسباب قسوة القلوب الإفراط في المباحات الإفراط في المباحات وهي من خطوات الشيطان يأتيك يقول لك يا فلان هل هذا حرام؟ الحمد لله ما هو حرام اجلس في المجلس بعد العشاء ساعتين ثلاث ساعات ايش عندكم؟ نشرب شاي وقهوة تتحدثون بذكر الله؟ لا في الأسواق وفي أسعار العملات وفي الدول الثانية وفي أخبار المباريات وفي فلان فعل وفلان ترك ساعتين وثلاث ساعات كل ليلة على هذه الحال ثم يسألني ما تدبر إذا ذكرت الله أقول لك كل هذا المباح وإذا مروا باللغو مروا كراما قد يجلس نعم ساعة وساعة ولكن لا يكثرون منها دخل عليه الصلاة والسلام يوم على الصحابة قد أكثروا في الضحك نعم الضحك حلال ولكن إذا زاد عن الحد الذي حده الله يكثر أكثر من الضحك فقال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خليل من البكاء ولهم خليل من البكاء نعم يا عبد الله المباحة إياك إياك والإكثار منها إنها سبب لقسوة القلب كثرة أكل وشرب كثرة نوم كثرة حديث لا معنى له ولا فائدة منه كثرة تجول في الأسواق بغير داع ولا معنى كثرة المباحات تقسي القلوب واحتك على طاعة الله جرب يومين وثلاثة صيام قيام ليل اترك كثير من المعاصي والذنوب اعتكف على قراءة القرآن يوم ويومين وثلاثة ثم انظر القلب كيف يتأثر هذا هو علاج القلب يا عبد الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيضا لدينا مجموعة من أسئلة تتكلم عن قيام الليل فيقول نحن نقوم الليل وندعو فلا يستجاب وما هو السبب وما هو أفضل وقت للقيام وكذلك هنا حديث يقول
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في الجماعة والفجر في الجماعة كأنما قام الليل كله، فلعله ما رأيك يعني هل هذا يغني عن القيام أم لا؟ لو كان يغني عن القيام لا أغنى محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين بلغوا المنازل العليا وبعض بشر بالجنة، وما أغناه هذا عن القيام. هذا كأنما قام الليل كله في الأجر فقط، أما في الفعل لا يعد قام الليل. الذي يصلي العشاء والفجر في جماعة ليس كالذي قام الليل معهما. ثانيا يا عبد الله، بالنسبة للدعاء لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ أسباب كثيرة، منها فتش في مطعمك ومشربك وملبسك، هل يكون حرام؟ ربا، رشوة، غش، خداع، شرك يساهم في شركات ربوية، يأخذ أموال بالكذب والخداع والتزوير بالظلم وقهر الناس. نفسك، هل هناك في أموالك شيء من الحرام؟ إن كان هناك شيء من الحرام يحول الله بينك وبين العباد. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، قال يرفع يديه، تتخيل مسافر والمسافر مستجاب له، أشعث أغبر حاله رثه أحران يستجيب الله له، يقول يا رب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويرفع يديه من آداب الدعاء يقول يا رب يا رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله لهذا؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. تريد أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي إجابة بإجابة، تريد أن يستجيب الله لك استجب لله جل وعلا. بعض الناس أمواله كلها في البنوك الربوية ثم يقول أنا أدعو ما يستجيب الله، كيف يستجيب الله لك؟ وقد يستجيب الله لك فتنة واستدراج من الله جل وعلا. سبب آخر بعدم إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه ولا يستجاب لكم. ثالثا من أسباب عدم إجابة الدعاء الاستعجال، يستجاب لأحدكم ما لم يستحضر. قال وما يستحضر يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، دعا أسبوعين وثلاث قال ما استجاب الله لي. ما يدريك يا عبد الله، الله يحب، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ومن أدعية المستجابة دعاء المظلوم. واسمع إلى هذه المرأة، كان عندها سوخ، وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر، كان عندها سوخ بقرب قصر لملك. يوم من الأيام وكانت العجوز ليس عندها أحد إلا الله، تخرج كل صباح تبحث عن لقمة عيشها، تأتي إلى آخر النهار إلى الكوخ لتجلس، إلى اليوم الثاني وتذهب لتطلب لقمة العيش. عجوز مسكينة في كوخ صغير بجانب قصر شاهق عظيم لملك. يوم من الأيام خرج هذا الملك يتجول في الفناء، فناء القصر مع الحرس والجنود، فنظر إلى فخامة القصر متمتع الآن بجمال هذا القصر، ثم نظر إلى كوخ بالقرب من قصره، فقال الجنود ما هذا؟ قالوا كوخ لامرأة العجوز. قال لقد شوه منظر القصر، أزلوه اهدموه. فذهب الجنود وذهب العسكر إلى ذلك الكوخ، كوخ تلك العجوز المسكينة، فهدموه. ورجعت العجوز إلى بيتها آخر النهار فرأت ما حل به، ليس عندها أحد إلا الله، فرفعت يديها وهي تبكي وتقول اللهم اللهم إن كنت غائبة فأين أنت فأين أنت؟ فرفع الله القصر وقلبه على أهله، للحظات خسف الله به الأرض وبداره. وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ليبين لك خطورة دعاء المظلوم، إياك وإن كان كافرا، إياك أن تتعرض لمظلوم أو تظلم مخلوقا. لأن رفع يديه فليس بين دعائه والله حجاب، يستجيب يستجيب الله له. وفي بعض الروايات قال وعزتي وجلالي لأوطرنك ولو بعد حين. انتبه، إذا هذا دعاء مستجاب
وتحرى يا عبد الله أوقات الدعاء المستجاب ومنه آخر الليل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هنا سؤال أيضا يقول كثيرا من الشباب في أيامنا كثرة المقاهي فنجد كثيرا منهم يجلسون ويسمرون على معصية الله ورسوله بين شرب الدخان والشيشة وكذلك يسألون عن هذه أحكام الدخان والشيشة والقاط فنرجو توجيه نصيحة لهؤلاء الناس وربما تكون شبهتهم أنه ليس عندهم ما يفعلونه وإنما وقت فراغ كثير. أرجو المعذرة أنا أرد على هذا السؤال على الإخوة الذين أراهم يسمونه الناس ليسوا ملتزمين مثلا أو يسمي نفسه أنا عادي لاني مطوع ولا أنا ساخر بل الحمد لله أصلي وأجلس في هذه المقاهي بعض الأحيان والمباريات وأطالع التلفزيون مرة وأترك مرة. هؤلاء أسطن من الناس وحدثهم الآن وهم ينظرون إلي الآن بعضهم ويقول هل يقصدني الشيخ؟ نعم أقصدك أنا. أسألك بالله يا عبد الله أنت الآن رجل إن شاء الله مسلم وتقول لا إله إلا الله ولن تأتي إلى هذا المسجد إلا أنك غير الشباب الآخرين وفيك إيمان وفيك حب لطاعة الله وإلا ما جئت هذا المسجد. أحدثك وأوجه إليك هذه الكلمات هل تعلم ما الذي يجري الآن في المسلمين في العالم؟ أسألك بالله هل تدري أن أخوات لك يا عبد الله تنتهك أعراضهن ولا نصير لهن في الدنيا إلا الله جل وعلا؟ هل تعلم بهذا؟ هل سمعت ما الذي فعل بأخواتنا قبل سنوات في سرايحه أو في الشيشان أو في الصومال أو في جنوب أفريقيا أو في شرق آسيا أو في الفلبين أو في كشمير؟ هل سمعت بأخواتنا ما الذي حدث لهم؟ هل سمعت اليوم من الأيام أن بعض أخواتنا ممن كانت تحمل في بطنها رضيعها بقر بطنها ثم أخرج ولده وهي حية ورمي في أكياس القمامح وهي تنظر إليه يموت؟ هل سمعت بهذا يا عبد الله؟ أسألك بالله الأمر الآخر هل هذه الحالة التي نحن فيها بالشيشة ساعتين وثلاث ندخن نتحدث بأمور الدنيا هل يرضيك هذه الحال؟ المسلمون في ذل وفي قهر وفي استعباد حتى شؤوننا الداخلية من الذي يتحكم فيها؟ البيت الأبيض والكونغرس أليس هذا صحيح؟ حتى أن إسرائيل 5 ملايين ما تعدوا بصاقا لعربي في هذه البلاد تعيش بين 1,000,000,000 مسلم 5 ملايين هل 5 تقارن 1,000؟ وما يستطيع 1,000,000,000 أن يجابهوها؟ هل رأيت الذل الذي نحن فيه يا عبد الله؟ ألا تأخذك الغيرة على هذا الدين؟ ألا يدخل في قلبك الحماس؟ أين المسلمون؟ أين الذل؟ لما هذا الذل الذي نحن فيه؟ أين الرجال؟ هذا أحد السلف وقف على المحيط الأطلنطي كان عمره ما يجاوز 20 سنة 25 سنة وقف على الأطلنطي وبيده السيف وهو يركب الفرس فتح شمال أفريقيا كلها ووصل إلى الأطلسي ودخل بقوائمه على البحر ثم قال والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوما لخطه بفرس هذا ما كان يدري أن هناك أناس. أرأيت إلى الشباب الماضي جعفر الطيار سمعت به ما الذي حدث له يا عبد الله يحمل الراية بيده اليمنى ثم تقطع كان حامل الراية يحملها بيده اليسرى فتقطع هل هرب؟ قطعت يداي فمسك الراية بعضديه ثم تكثرت الرماح على ظهره وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة بارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول للنصارى نسميهم اليوم الأوروبيين المتحضرين نسميهم اليوم النصارى المسيحيين أو غيرها من الكلمات إخواننا في الإنسانية يقولها بعض المتأثلمون يقول كافرة بعيدة أنسابها. سمعت بابن عفراء شابان صغيران يأتيان إلى عبد الرحمن بن عوف في أي معركة في بدر أول معركة للمسلمين يغمزه عن يمينه يلتفت عبد الرحمن بن عوف أيها الشباب أحدثكم
نعم يا من ضاع وقته في الشيشة وفي الدخان وبين الأغاني والطرب، هل استفدت شيئا؟ لا أظنه. أظن أن بعضكم فيه من الغيرة على الإسلام أكثر ممن هو معتكف في بيوت الناس. نحتاج إلى هذه الغيرة، نحتاج إلى حماسك يا عبد الله، نحتاج منك إلى كلمة، نحتاج منك إلى مال، إلى دينار واحد يا عبد الله، لربما ما يدرك ينصر الله الإسلام على يديك. لما لا تقولها في نفسك؟ لما لا تقول لما لا أكون أنا الذي يفتح الله على المسلمين به؟ لما لا تقول هذه الكلمات؟ ما الذي يردك؟ وسوف يأتيك بأخبار في هذه العصور. هذا الشاب غمز عبد الرحمن بن عوف، فالتفت عبد الرحمن بن عوف وقال له هذا الشاب: أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ يعني مثل ما يقول واحد له في معركة: أين نتنياهو؟ أين هذا الزعيم زعيم الكفر؟ فقال له هذا الرجل: قال: وما شأنك وشأنه يا بني؟ هذا صغير. قال: سمعت. ما هو الذي سمع؟ سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أما أموته يموت. هل رأيت هذا الحب لرسول الله؟ هل رأيت مثل هذا الحب الآن عند المسلمين أجمع؟ اليهود الآن يدنسون المسجد الأقصى أول القرنتين صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يدنسوه، يحرقوه، يحفروا تحته ليهدموه، والمسلمون في المباريات ساعتين وثلاث ساعات يصفقون ويدبرون. هل رأيت يا عبد الله يريدون أن يقتلوا في قلوبنا الغيرة؟ صار العداء لمن؟ لإخواننا في الإسلام لأجل المباراة، يعادي هذا الشعب كله لأجل المباراة حقيرة تافهة الحكم فيها لعله التحريم يوصل إلى هذا الأمر. عباد الله اسمع إلى هذه القصة انتهت. عبد الرحمن بن عوف تعجب، يقول: فإذا بشاب آخر يغمزه معي شمالي، فقلت له: ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال: يا عم أين أبو جهل؟ قال: وما شأنك وشأنه يا بني؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وبعد أن حمي الوظيف واشتدت المعركة قلت لهما: قال صاحبكما ما يعرفونك؟ يقول: فوالله انقض عليه كما ينقض الصقر على التمساح. أبو جهل ما هو أي واحد، صنديد من صناديد العرب، رجل ما يجاديه الرجال، يقول: انقض عليه كالصقر. إمام، إمام جعلهما كالرجال. يقول: فلا زال يضربانه حتى قتله، أردفه صريعا. ماذا فعل؟ فر بعد هذا إلى رسول الله، كل واحد يقول: يا رسول الله قتلته، هذا يقول: لا أنا قتلته. يفتخران عند رسول الله أن كل واحد منهما قتل صنديد الكفر، وأنت جالس ساعتين وثلاث في مقهى. يا عبد الله الإسلام يحتاج، يا عبد الله الإسلام يناديك، يا عبد الله شعوب المسلمين تذل، من يحكمها؟ من يدير أمرها؟ من يدير شؤونها؟ 1,000,000,000 غتاة كغتاة السيل قد أوهن قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت.